هو احنا ليه بندور على المثاليه؟ كتاب بريني براون نعمه عدم الكمال او The Gifts of Imperfections بيقول ان احنا دايما بندور على المثاليه في حياتنا، عايزين كل حاجه كامله، كل حاجه في احسن صوره ليها، بنقعد نشتغل على نفسنا ونتعب في نفسنا ونيجي على اعصابنا قوي علشان عايزين كل حاجه أكمل وجه، عايزين نبقى السوبر وومن اللي هتتجوز سوبر مان اللي هتخلف سوبر أطفال وهتعيش الحياة المثالية. بس إحنا بنعمل كده ليه؟ يعني ليه عايزين الكمال قوي كده؟ الست بريني براون بتقول إن إحنا بنعمل كده علشان إحنا دايماً عايزين نظهر بمظهر المثالية والعصمة واللي ما بتغلطش واللي ما فيهاش أي نواقص قدام الناس كلها، وده بيكون لسبب واحد بس، الخوف. الخوف من فقد الناس، خايفة لو الناس عرفوا النواقص اللي عندي أو الأخطاء اللي أنا بعملها يبعدوا عني، أو الخوف من الفشل، خايفة أن أنا أكون مش كفاية، خايفة أن أنا أكون مرتبطة بواحد وحاسة أن أنا مش كفاية عليه، فأبتدي أبحث عن المثالية وأبتدي أبحث عن قد إيه أنا لازم أطور نفسي وحسن شكلي وحسن طريقتي علشان خايفة قوي أن أنا أكون حاسة أن أنا مش كفاية. والخوف من الخيار الأفضل، يعني دايماً بدور على الحاجة الأحسن، فعلشان كده انا مستنيه مش باخد اي خطوه. يعني مثلا عريس متقدم لك انت شايفاه كويس، بس انا ممكن يجي لي احسن بعدين، فالخيار الافضل ده بيخليني ادور على المثاليه. جايلك وظيفه كويسه، بس لا خليها شويه، انا اصلا نفسي في وظيفه تانية ممكن تيجي، وبكده بتضيعي كل حاجه من ايديك. والكاتبه بتقول ان الخوف ده دايما ليه مصدر، يعني غالبا بيكون مرتبط بمرحله الطفوله، لما كنتي صغيره واهلك بيقارنوكي بسارة بنت خالتك عشان جابت نمر نهائيه وانتي لا، او جارتكوا اللذيذه قوي اللي كانت كل ما تشوفك وانتي صغيره تقول لك ايه ده انتي مال شعرك وحش كده ليه. كل الحاجات دي بتخليكي بتدوري قوي على المثاليه في حياتك علشان ما تجيش تاني جارتكوا تقول لك انك شعرك مش حلو، ولا ان سارة بنت خالتك تنجح في حياتها اكتر منك فيقارنوكي بيها تاني. طب نعمل ايه بقى عشان نعالج المثالية؟ هقولها لكم الفيديو الجاي. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.